السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ووحشتوني. الزمالك بيفوز على بيراميدز، مباراة سيئة جدا من حيث الأداء والتكتيك والتركيز الزملكاوي، ومباراة في قمة التفوق والمتعة والفرص الضائعة من نادي بيراميدز. مرتضى منصور للخطيب: سامحني والنبي يا خطيب، والنبي يا خطيب تسامحني عشان خاطر يا بيبو، يا بيبو سامحني يا بيبو. وكمان الطبلة شغالة في نادي الزمالك، ومحمد رجب يقود اوركسترا الطبلة داخل قناة نادي الزمالك. تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا، وكهربا بيفرد عضلاته على الجميع. هلعب فردة، هنخش في تفاصيلنا وهنحكي الحكاية والرواية وهنقول كل شيء وكل الحقائق عندنا. بس حابب اطلب طلب من اخواتي الغاليين: ادعم اخوكم باللايك، واللي لسه مش مشترك في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. هنخش في موضوعنا على طول وهنبدأ طبعا بالزمالك وبيراميدز. لقاء قمة، لقاء بين قطبين كبار، بين الزمالك وبين بيراميدز، فرقتين بيمتلكوا لعيبة على أعلى مستوى، فرقتين واحد كان أول الدوري السنة اللي فاتت والتاني كان وصيفه، يعني مباراة مهمة جدا، وخصوصا إن الزمالك كمان خسر 4 نقط من ماتشين في 4 مباريات، يعني كان الزمالك محتاج الفوز وبشدة. ونزل الزمالك من أول دقيقة حاسم أمره ومصمم إنه يحرز هدف مبكر، وبعد دقيقتين 2 بالتحديد فرصة خطيرة جدا يتألق فيها أحمد الشناوي ويسود عن مرماه بعد ردة فعل ولا أروع ولا أجمل، عشان تطلع ركنية يلعبها أحمد سيد زيزو بطريقة تكتيكية ويلعبها لبره ال 18 بباصة كده عشان يقبلها مصطفى شلبي بصاروخ ويحرز الزمالك الهدف الأول. وتعالوا الأفراح والليالي الملاح وصرخة جماهير الزمالك تسبب انفجارات داخل المدرجات، لكن سرعان ما تراجع نادي الزمالك وأصبح الاستحواذ والفرص الخطيرة يمتلكها بيراميدز. كل شيء استحوذ عليه بيراميدز طول الشوط الاولاني، مفيش زمالك، مفيش خطوره، مفيش حتى فرصه ممكن نقول ان هي فرصه مؤكده. وده حصل نتيجه شيء مهم، ان احمد سيد زيزو كان بيلعب ناحيه اليمين وان كان مصطفى شلبي بيلعب ناحيه الشمال لحد ما احرزنا الهدف، وبعد كده اتغير التكتيك وراح احمد سيد زيزو من اليمين للشمال، وراح مصطفى شلبي من الشمال لليمين، فما بقاش في خطورة. وكمان المهاجم الشاب الصاعد الواعد اللي لعب النهاردة ما حدش كان بيلعب معاه، الراجل عمال يجري ويضغط، ولا زيزو بيبصيله ولا شلبي بيلعب له ولا حد كان شايفه أصلا في الملعب، فده خط الهجوم بالكامل انضرب، مفيش لاعب بيلعب في مكانه، وما فيش كمان المهاجم الصريح انت ما بتمديوش بالكور، فكانت النتيجة الطبيعية استحواذ تام لبيراميدز. ده غير الفرص المؤكدة، اكتر من 3-4 فرص لبيراميدز ب4 اهداف، لكن سبحان الله الا عفى الزمالك ان يخش فيها جون عشان ما تبقاش كارثة. وانتهى الشوط الاولاني وقلنا خلاص بقى الزمالك هيفوق، الزمالك انت خلصت شوط وانت نازل وانت كسبان وعايز تحسم المباراة وهتجيب الهدف الثاني وهيحصل تغييرات وسامسون ينزل بقى ويبقى فيه خطورة وتفتح الملعب ويبقى فيه شكل كويس وتعمل ضغط متقدم على بيراميدز عشان انت اللي يعني تسبب الخطورة على بيراميدز، وخصوصا ان بيراميدز كانت بتهاجم هجوم شرس وهجوم فيضاني، يعني بالمعنى الاصح كده بيهاجموا ب6-7 لعيبة، ففي مساحات فاضية كتير في خط دفاعهم، لكن ملقيناش ده، لقينا ضغط مستمر من بيراميدز. الزمالك بيلعب على حدود ال 18 بتاعته، بيلعب دفاع متراجع جدا، مفيش خطوره، مفيش
يعني فرص تقول ان الزمالك ممكن يحرز هدف، والدليل ان محمد عواد خد رجل المباراه النهارده. تخيل حضرتك ان محمد عواد حارس المرمى هو رجل المباراه، وعشان ربنا يسترها علينا، وعارف ان الزملكاويه غلابه، وعارف ان احنا دمنا اتحرق كتير، فقال لي فرحنا النهارده وفرحنا والحمد لله، واللهم لك الف حمد وشكر على فوز نادي الزمالك وثلاث نقط مهمين. لكن الأداء لا يبشر بالخير، لكن الأداء سيء للغاية، لكن الهجوم عندنا عقم هجومي، لكن التهديف بقى خلاص عندنا عقم تهديفي، هدف واحد في كل مباراة، ده ما ينفعش يا اخوانا، لازم يبقى فيه تكتيك تاني يا عم فريرة. صحيح بتلعب فريق كبير، صحيح محتاج الفوز، صحيح في ظروف قبل المباراة، صحيح في مشاكل في النادي، لكن فريق الكورة المفروض يخرج نفسه بره المشاكل، والمفروض ان اطار الزمالك السريع يرجع من جديد. ده بطل الدوري سنتين ورا بعض وهو حامل اللقب وبيلاعب الوصيف، يبقى لازم يكون البطل بطل في كل شيء. لحد كده انتهى موضوعنا الاولاني. نخش بقى للموضوع الثاني، موضوع سامحني يا خطيب والنبي يا بيبو تصالحني، صالحني عشان خاطري، ده انا لولا بحبك يا حبيبي ما زعلش ولا اخد على خاطري. ده كلام المستشار مرتضى منصور للكابتن محمود الخطيب، او ربنا الكابتن محمود الخطيب اللي رافع قواضي وعامل محاضر فيه المستشار مرتضى منصور، وكان بينهم خلاف كبير جدا وحكم بالحبس على مرتضى، والدنيا كانت مولعه، وطلع مرتضى منصور وقال بالفم المليان مفيش تصالح مع الخطيب. خطيب مين؟ انت مين يا ابني؟ وانت اسطورة في ايه؟ انت اصلا مش ابن النادي الاهلي، انت ابن عمرو. ابن نادي النصر. عمرو هو اللي اولى بيك، انما تقول انك اسطورة، اسطورة في ايه ان شاء الله؟ ومفيش تصالح حتى لاخر يوم من عمري، وانا معاك يا خطيب في المحاكم لحب ايه؟ مش قادر اكمل كلامه، لان كل الكلام اللي قاله ده غيره في اللي هقوله لكم ده. طلع المستشار مرتضى منصور وقال انا بدعو مجلس ادارة النادي الاهلي المحترم بقيادة الخلوق الكابتن محمود الخطيب، وبقال لهم اتفضلوا تعالوا مباراة اليد ولا السلة ولا الطايرة، وتعالوا هتلاقوا احسن استقبال، اما شلوكوش الارض نشيلكوا فوق راسنا، احنا ناس بنعرف الاصول، والنادي الاهلي نادي عظيم ومجلس ادارته مجلس ادارة محترم، والخطيب اسطورة يا ناس. زي ما بقول لكم كده، ده كلامه. اقول لكم على حاجة كمان، لو الكابتن محمود الخطيب رفع سماعة تليفونه وقال لي يا مرتضى يا حبيبي عايزين نقسط غرامة الواد كهربا، هقول له من العين دي قبل العين دي يا نين عيني، اللي تؤمر بيه يا بيبو يمشي، بس كده نقسط غرامة كهربا. امال يعني هنضيع مستقبل الواد يا بيبو؟ بس انا مستني تليفون من الكابتن محمود الخطيب. وهنا افندينا لازم يرد، ما هو ما ينفعش نسكت. بص يا سيادة المستشار، سيادتك لما تقال ان في تقسيط لغرام الكهرباء طلعت الاسد الجسور اللي بيدافع عن حقوق النادي، وقلت هي دي فلوسي عشان اقسطها. لا طبعا ما فيش تقسيط، والفلوس تيجي كاش وتيجي على الترابيزة، واما هدمرك خالص يا كهرباء، مش هتلعب كورة نهائي. انا قلت لك يا خطيب دي هديتي مني ليك، وفتحت صدرك وخلتنا كده قاعدين ومستقنيصين وبفاكرين ان خلاص بقى الدولارات جاية جاية. ترجع تقول انك عايز تقسط الفلوس بس مستني تليفون من الخطيب ليه؟ ان شاء الله هي فلوسك. هو خلاص أزمة نادي الزمالك المالية اتحلت؟ هو خلاص ما عادش في حجز على الأرصدة؟ هو سيادتك عارف تقبض الناس العاملين اللي عندك؟ هو سيادتك خلاص اللعيبة هتقعد ومحدش هيهرب وخلاص كله خد فلوسه؟ فانت يعني عندنا فائض من الأموال بقى، ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يا عم أفندينا اما نقسط شوية الفلوس دي؟ ده فلوس زيادة عند، هو احنا لاقيين؟ مش ده كلامك يا معالي الباشا المستشار؟ مش انت حضرتك اللي طلعت وقلت ان خزنة الزمالك مفيش فيها ولا ربع جنيه؟
طب انت هتقسط ليه؟ وايه اللي يخليك تقسط؟ وبعدين هو انت ليه حضرتك رابط تليفون الخطيب بتقسيط المبلغ؟ يعني الخطيب لو ما اتصلش عليك يبقى هتعند، وحق الزمالك هناخده تالت ومتلت ومفيش تقسيط. بيبو تنازل ورفع سماعة التليفون وكلمك عادي، نقسط. هي المشكلة مشكلة شخصية ولا ايه يا معالي الباشا؟ هو سيادتك واخد نادي الزمالك عشان تحل مشاكلك؟ ما احنا مش فاهمين، يا ريت حد يفهمنا، يا ريت كده تعرفنا. ده في نفس الوقت اللي انت بتقول انه هقسط، كهربا بيطلع ويقول انا هلعب فرده في يناير الجاي، ما انا خلاص العقوبه هتنتهي في شهر 12. مش بس كده، ده انا هبعت للفيفا واقول لهم انا هدفع لهم نص المبلغ اللي هو اللي عليا، والنادي بتاعكم التاني ده شوفوه، ده النادي فلس يا عم كرب. مش موضوعي، مش قصتي، مش حكايتي. هو انا اشيل ذنب نادي فلس يا اخوانا؟ انا هتواصل مع الفيفا وهلعب فرده، يعني هلعب فرده. انت بتحاول تستجدي الكابتن محمود الخطيب للصلح، وانه يتصل عليك ويبقى المقابل تقسيط لكهربا، ونشوف مستقبل الواد. والواد نفسه بيقول لك انا هلعب فرده. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده يا ابو الحاج مرتضى؟ ما ينفعش منك كده. ما علينا يا اخوانا، ده العادي، ده الطبيعي. يا ما تقال كلام وما فيش كلام منها، اتنفس. نخش بقى للطبلة دي، تك 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 تم تك تك تم تك 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 تم تن تك، اللي شغالة طبعا على قناة نادي الزمالك. مرتضى منصور يطلع يقول ما فيش تقسيط. ايوة احنا بنادي الزمالك ما عندناش تقسيط. مرتضى منصور يطلع يقول احنا هنقسط. يا سلام على الروح الرياضية، يا سلام على الاب الحنون، يا سلام على طيبة القلب يا سيادة المستشار. وطبعا محمد بيه رجب الصحفي القدير لازم يمسك الطبلة ويشتغل، ولو طال يجيب طار على الايد التانية ما يجراش حاجة. ده صاحبه من زمان وعارفه يا اخوانا، ده راجل شوية عصوبة وشوية طيوبة، مفيش مشكلة خالص. يعني ايه يا عم افندينا اللي بتقوله ده؟ يعني لما يطلع مرتضى منصور مع حفظ الألقاب يقول للمحمود الخطيب مع حفظ الألقاب انا مش هرحمك، انا مش هسيبك، مفيش تصالح يا بيبو. فتطلع قناة نادي الزمالك وعلى رأسها محمد رجب بالطبلة والطار ويشتغل. انت مين يا خطيب؟ ده احنا ما نعرفكش يا ابني. هو انت حد يعرفك في الكرة المصرية؟ هو انت ايه تاريخك وتنزل سلسلة من الهجوم على الخطيب؟ ما هو معالي المستشار قال انه مش هيصالحه، فلما يطلع معالي المستشار يقول ان الصلح خير امنة صالح، وبالليل وبالدنيا ضلمة طلبت نمرته وسكت ما قلت كلمة، وانا بسمع همسته. قال ايوه، قالوه مين؟ قلت له انا مرتضى يا خطيب. لازم يطلع محمد رجب برضه يصيح ويغني ويطبل ويغرد. يا سلام، شفتوا الحنية؟ شفتوا الوفاء؟ شفتوا الراجل اللي طالع من موقف قوة وبيعمل لصالح البلد؟ يا اخوانا الراجل ده قلبه كبير، قلبه خطير، قلبه ولا قلب الفطير. لازم يصالح الخطيب. ايوه يا خطيب، عشان مصلحه مصر. يا ريت ترحمونا شويه بقى من الطبله والطار عشان احنا تعبنا. يعني يا ريت نتكلم في نادي الزمالك، ويا ريت نشوف اخبار الفرقه، ونشوف ايه المشاكل اللي عندنا. ادائنا ليه سيء؟ المدير الفني بيتعنت ليه في ان زيزو يلعب في الشمال مش في اليمين؟ نشوف الصفقات وحكايتها، نشوف موضوع زكريا الوردي وجاب الفلوس فعلا ولا لا، مع ان شك. المهم مفيش راجل محترف هيجي يلعب عندك نص موسم اللي هو الصيف، ما احنا بقينا في يناير اهو، ومش هياخد حاجه كده يعني من الفلوس اللي اتدفعت. طب الفلوس اللي الوكيل خدها يا ترى هيرجعها ولا مش هيرجعها؟ ولا الفلوس دي عادي؟ ما احنا هنقسط لكهرباء، احنا عندنا فلوس زياده، عندنا فلوس كتير. انفجارات بتحصل كل ساعه كده لجمهور نادي الزمالك. تقسيط مش تقسيط؟ عندنا 500 مليون جنيه في الخزنة، ما عندناش ولا جنيه في الخزنة. اللي هنصالح الخطيب؟ لا، هنقطع رقبة الخطيب. ايه انتوا مش عارفين ممدوح عباس؟ ده ممدوح عباس حلو وكويس وابن حلال. ممدوح حلو؟ هو ده اللي ناصر اللي هيطلع يقول. فبنتمنى من قناة الزمالك الرحمة حلوة،
الرحمة حلوة يا اخوان. وانت يا عم محمد يا رجل ما تشوف لك قرغ القرد يعني، ما انت كنت قاعد تسكت وتقعد تعمل بتمكن. هو كان بيعمل كده، فجأة كده خلاص الطبلة والطار اشتغلوا وكل الكلام صح وكل الكلام مظبوط. يا اخي الرحمة يا اخي، يا اخي ارحمونا شوية. انتوا ايه ما بتتعبوش ما بتزهقوش؟ الناس كلت وشينا، الناس كلت وشينا يا عم رايكة. هو ابنك على اليوتيوب وانت هنا؟ الرحمة يا ابو رجع. والحد هنا بتنتهي حلقتنا، ويا رب تكون الحلقة نالت اعجابكم، ويا رب نكون عند حسن ظن سيادتكم. واللي لسه ما عملش اللايك مستني ايه؟ اعمل اللايك، زرار اللايك والله العظيم ما بيكهرب، زرار اللايك ده بيفرحك وبيفرحني. يعني ادعم اخوك باللايك. واللي لسه مش مشترك في القناة فضلا منك وليس امرا، اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افنديه.